برنامج في السنوات الماضية العديد من الشخصيات الكويتية اللي كان لها الحقيقة الدور الكبير في صنع تاريخ هذا البلد الحبيب في مجالات مختلفة. بعض الشخصيات انتقلت إلى رحمة الله خلال السنوات الماضية، وكان مصدر فخر لهذا الجهاز في أن احتفظنا في العديد من المقابلات لهذه الشخصيات، بحيث أن يمكن العودة إلى هذه المقابلات من قبل الباحثين والدارسين والمهتمين في تاريخ هذا البلد والاستفادة من المعلومات المتوفرة من خلال المقابلات. في هذا اللقاء يسعدنا سيداتي وسادتي أن نعود مرة أخرى ونلتقي مع شخصية أخرى سبق أن احنا قدمناها لكم من خلال الشاشة الصغيرة قبل 10 سنوات، سنة 64. الشخصية هذه شخصية من أوروبا، من بريطانيا، جاءت إلى الكويت منذ سنوات كثيرة جدا، حينما كانت الكويت تبدأ مسيرتها في طور التقدم في التاريخ. السيدة هذه عاشت مع زوجها وعاشت مع بنتها في على هذه الأرض. زوجها انتقل إلى رحمة الله، وهي أبت إلا أن تبقى على هذه الأرض، أن تعيش على هذه الأرض التي أحبتها والتي أحبت أهلها وشاركتهم شظف العيش. يسعدني أن أقدم لكم مرة أخرى السيدة ديكسون، الملقبة بمسعود ومعروفة عند الكويتيين بمسعود. يسعدنا يا مسعود أن نلتقي وياك مرة ثانية في تلفزيون الكويت حتى نحكي، لأن الحقيقة اللي خلانا نلتقي بعد 10 سنوات الآن من المقابلة الأولى، أن كان تذكرين سوينا مقابلة قبل 10 سنوات. قبل 10 سنوات خلال المدان في أمريكا. لا أنا صار لي بس 4-5 سنوات في أمريكا، رجعت قبل أشهر. بس الحقيقة بعد ما أدعنا المقابلة كان لها صدى كبير، الناس طقوا تلفونات وسألوا وقالوا أعيدوها مرة ثانية. الكلام اللي قالته مسعود كان مفيد وكان ممتع. طبعا الأكثر من ذلك أنك يعني تشعرين بنوع من الوفاء والإخلاص للأرض هذه وللناس اللي عشت وياهم هني. احنا نرجو لك ان شاء الله الصحة الطيبة والعمر المديد والمقام السعيدة بين اهلك وبين اخوانك اللي حبيتيهم واللي يحبونك. اهلا وسهلا، مرحبا. طبعا مثل ما احنا قلنا للناس قبل، انك انت صار لك في الكويت تقريبا الحين 45 سنة. مدري مرة ثانية نسألك 45 سنة وشهر واحد بعد. شهر واحد. ولا شك من الأشياء اللي أنا ملاحظها في مسعود ذاكرتها الحقيقة القوية. يعني أول ما شافتني في هذا اللقاء قالت لي ها شلونك كيف الصحة، أنت قبل ما تلبس نظارة الحين تلبس نظارة. بعد الحين تقول أنا 45 سنة وشهر واحد، ففعلا هاي دلالة الذاكرة القوية اللي تتمتع فيها. لا شك مدام عندك الذاكرة الواضحة الطيبة هذه، أعتقد يمكن تقولي لنا ذكرياتك عن الكويت قبل 45 سنة وشهر واحد. والله زين، لكن من أول وصلنا لقينا البيت خراب شوي، إذي خلقنا شوي بيت وايد خراب، والأول الشتاء جاء المتى وكل المتى صب في الدار، كل واحد ما حد سلاها من 6 سنين، ما حد سلع البيت. تقصين البيت هذا؟ ايه هذا مو تبع الحكومة، ما سلعها. اي سنة؟ القنص اللي هسه الشيوخ يسلحونه، لكن شيخ احمد قال لا، لو بيت خراب خليتيه ونبني واحد جديد لكم. هذا الحكي قبل 45 سنة. ايه من اول وصلنا. احنا تكدر من البيت صار شوي خراب. إيه لأني طبعا جيت إيه. من بريطانيا، من جن لا جينا من بوشهر. بوشهر إيه. احنا كنا سنة واحد في البوشهر. المرحوم كنت سكرتير لرئيس الخليج في البوشهر، جينا هنا في المركب. زين شلون شفت الكويت اول ما جيتي؟ والله كل الناس يمدون الكويت وايد يمدى. يعني المرحوم شاف الكويت، هو شاف الكويت من اول، انا ما شفته، لكن جينا من المركب ومنظره من المركب احلى شيء، كل البيوت ابيض، كل السيهب مال قصور الشيوخ يبين من البحر، كل نظيف وكل بلاد طيب، كل من مستعان. شلون كانوا الناس؟ من الناس اللي شفتيهم ذاك الوقت قاعد وياك جيرانك؟ كلهم زينين، اهلا وسهلا. تتذكرون منهم؟
من الأولين علي الخليفة شاهين وعبد الوهاب القتامي وعياله والسفن كلها في النقل قدام البيت هنا وجيراننا الشملان بيت الشملان والأصعيس ونصف كلهم موجود جيراننا وكلهم طيبين مستانسين هنا. زين الحين بعد ما قضيت كل هالمدة هذه الكويت انتقلت انتقال كبير من قبل 75 سنة وشهر لما الآن الحين سنة 74 بعدين من جاء الحرب هنا واقف كل شيء هنا مالهم هم دوروا النفط قبل الحرب 5-4 سنين ولقوا النفط لكن كل شيء مبند وواقف لما نخلص الحرب يمكن 45 هم يشتغلون ومن أول التوفى دار مدار الكويت السور إيه والبيبان البرياسي دروازة البرياسي ودروازة الهشامية ودروازة الجخرة زين الحين والحين الكويت شلون إيش لا كبرت كبرت واجد شلون صار وهو صار زين وكثر الناس واجد فيها كثر الناس جاهك الشغل وشغل وبنانة لا واجد كثر يعني غربي أنا أن الحياة كانت بسيطة الناس كانوا مترابطين الحين الحياة كبرت تعقدت واجد شنو شعورك أنت كإنسانة في الشيء هذا يعني حس من رضا الأحمدي على سيف بنيان على طول مو مثل أول تونس شوف البحر الصوب والبر هنا تونس هسه ماكو كل بيوت كنا داخل الدير اللي توصل فيها هي مين عبد الله في مكان زين انت قبل كنت تركبين على خيل مثل ما نعرف وتمشين على البحر ليه انقطعت العاده هذه الحين؟ اي معلوم الخيل ماكو مكان قبل ان نطلع من البرياسي وين ونحذب للشعب والنقرة يعني هسه وين كله بيت كله بيت ما يصير هسه كله وقت السيارة لكن زين السكيك زين السيارة قبل ماكو سكيك زين هنا رغم ان الناس طبعا طلعوا من بيوتهم وراحوا مناطق جديده وبنوا بيوت حديثه جديده وطوابق ورخام انت لازلت في البيت الكويتي وطوابق الحديث انا جاي اتذكر اطالع الحقيقه السقف اطالع المدخل اطالع يذكرني في البيت الكويتي الاصيل يعني الحقيقة المقابلة اللي سويناها قبل سويناها داخل الاستديو في التلفزيون احنا كنا المقابلة نسويها هني حتى نبين ان انت لازم تعيشين الحياة الكويتية الصحيحة لا زين سويت زين سويت فتشعرين انت براحة اكثر انك تعيشين في بيت مثل كذي الحين يعني بسيط ايه لا تمام كل شيء زين كل شيء تمام زين انا افتكر اهل الكويت الاولين شيء منهم يرجعون على الصيف هنا يرجعون يحنون يهدون شوفوا البيوت خراب من فوق مال ثنيان وغانم وهذا فجينا اشوف يمكن لابد يجون يسوي فيلا زين ويصير منظره زين على البحر ويستانسون مثل اول بعد ذيك خلفهم هذول اهل البحر شوي اللي راح البلاد من ورا ما يشوفون البحر من اروح اسلم على ناصر بن عبد الوهاب القتامي قلت وين ورا شامية من هناك ما يشوف البحر صار في نوع من الارتباط بين الانسان والبحر لانه حياته تعتمد على البحر والسفر والحياة البحر صار شيء اساسي جدا في حياته معلوم ويمكن هالوقت هذا لكن بعد عيالكم يودونهم يمكن البحر الموضة ويصير عندكم مراكب أكثر وزين وتستانسون كلكم في البحر زين أنت الحين أقدر أسألك ليش يعني بعد ما توفى المرحوم ها أردت أنك تستمرين تعيشين في الكويت ما رديتي رحتي مرة ثانية إلى بريطانيا لا ليش صار وقت هو في المريض في لندن هو كنت في المريض في المستشفى في لندن هو قال لي ذاك الوقت سبحان الله مو معلومة أنا أتوفى أنت رجع في الكويت أنت رجع على الكويت أنا ما
قال إن شاء الله، أقول يمكن أنا بعد ما أقدر، لكن رجعنا قبل يتوفى، وما دام هو توفى هنا مدفون في الكويت وأنا جيت وياه كله، أنا أعرف هسه أنا أقعد. وتحبين الكويت يعني؟ وايد، أهل الكويت طيبين وياي، يعني. كلهم طيبين وياي، يعني. كل مكان أروح يونسوني. على أي حال أنت أيضا مخلصة لهم وتشتغلين على كلهم. الأرض هذه؟ ها؟ ايضا انت تستاهلين لانك ايضا عندك وفاء انك تستمرين تعيشين معاهم على ارضهم. في انا وايد ممنون منهم، وهذا بيت الامير هذا ما يخليني ان اقعد فيه ان شاء الله، وما قصر وياي يعني.